استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير دولة الاحتلال في عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أمين عام الوزارة سفير زيد اللوزي أبلغ سفير دولة الاحتلال رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف. وأكد أنه تم إعلام سفير الاحتلال بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، وتم التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط. هذا وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.